ارجع لها. طيب هنريكي المدرب، في مفاوضات صريحه من الهلال للمدرب؟ لا اعرف شخصيا، لان المدرب خاصه هو شخص لديه مشاريع كبيره في اسبانيا ومهمه، يمكن يكون مدرب لأتلتيكو مدريد، لكن لم يتقدم أي، لكن إذا سيميوني يواصل يمكن، لأن اللاعب لويس إنريكي الآن من دون فريق، لأن يمكن قدوم لويس إنريكي سيكون مع بقاء سيميوني في أتلتيكو مدريد، لكن كل شيء وارد مع هذا المدرب. اذا بقى سيميوني في اتلتيكو مدريد ممكن نشاهد انريكي هنا على كلامك. طيب في حديث ان الهلال في مفاوضات معاه، الكلام عن احمد صحيح؟ صحيح، جد بعض الاخبار ان المفاوضات مع انريكي مع اكثر مدرب، بس انريكي ممكن عشان هو وجوده هنا ممكن يعطينا معلومه اذا كان في اتفاق او مفاوضات مع انريكي. لويس إنريكي مدرب كبير يعني، كان في وجهة نظري المونديال لم يكن جيد، فاز بكل شيء مع برشلونة، لا اكيد ان اسبانيا لعبت، لكن بالنسبه لنا فشل مع المنتخب الاسباني في المونديال، هو مبتعد على، هو لا ليس الانسان الذي اجتماعي يعني، هو منزوي خاصه بعد وفاه ابنته، اصبح اكثر انزواء، هو مدمن يسمونه تويتش، هو تويتش هذا البرنامج شوفوا دائما فيه، يلا فروق كلوز سكر بعد الخساره بعد فوز المنتخب.